ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. الاندومي، ناس تقول لك دي بتجيب سرطان وبلاوي وامراض بالهبل، وناس تقول لك لا يا عم دي مكرونه وفيها معادن وبروتين ومفيده وزيها زي المكرونه العاديه، ليه ما ناكلهاش؟ لا ده احنا ليه ما ناكلهاش كل يوم، وليه ما نخليهاش وجبه رئيسيه؟ بص مبدئيا انا ما بكرهش شركه اندومي كشركه اندومي، يعني مش الشركات المنافسه مديني فلوس فعشان اخش اتكلم على اندومي واقول لكم انتوا ما تاكلوش من الشركه دي، لا انا بتكلم على الانستنت نودلز عموما اللي هي الشعريه سريعه التحضير بشكل عام، فاللي ينطبق على اندومي ينطبق على كله. هي الاندومي بس مشهوره اكتر، او يعني هي دي الكونسبت المعروف عند الناس، لكن انا بتكلم كالشعريه سريعه التحضير دي بشكل عام. اولا كده ايه مكوناتها؟ دقيق، زيت نخيل، مواد حافظه، ملح. الفكره بقى والكلام الكتير على الملح ده ونوع الملح ده، الاسم العلمي بتاع الملح ده الاي 319، زائد في محسنات طعم زي الاي 621، الاي 627، الاي 631. ما تشغلش بالك بالارقام الكتير دي يعني، بس المهم ده الاسم العلمي بتاعهم. الملح اللي احنا اتكلمنا عليه الاول ده ليه اسم تاني اللي هو MSG، او اختصار لمونو صوديوم جلوتامات. هنا بقى تيجي النقطه الثانيه، هل الاندومي مضره؟ هل الاندومي هتتعبني فعلا؟ نتكلم على MSG او اللي هي اساس الشائعات على الاندومي. MSG دي او الماده دي بدانا نسمع عنها كتير لما الاكل الاسيوي انتشر في العالم وفي اوروبا وفي افريقيا، انتشر في العالم كله، حصل بقى عليها كلام انها بتجيب سرطانات وبتجيب فشل كلوي وبتجيب فشل كبدي، لحد ما طلعت FDA اللي هي منظمه الصحه والدواء الامريكيه، قالت ان الماده دي تصلح للاستهلاك الادمي عادي جدا وتقدر تحطها في اكلك بشكل طبيعي. لكن ده مش معناه انك خلاص FDA قالت فانا هروح اجيب بقى 5-6 كيس اندومي وكل يوم بقى، لا ما ينفعش. الفكرة هنا ان هتضرك مش بسبب المادة لكن بسبب حاجة تانية، وهنا تخش النقطة الجاية. ايه هي القيم الغذائية للاندومي او النيوتريشن فاكتس للاندومي؟ اولا كده بس هي اندومي او اندومي مش فارقة، عشان بس محدش يقول لي انت بتقولها غلط، ها اندومي اندومي عدوها الناس لبعضيها. القيم الغذائية بقى بتختلف من نكهة لنكهة او من طعم لطعم، لكن هي في رينج واحد، الاختلاف بقى بسيط جدا. تقريبا كيس الاندومي بيبقى 75 جرام، 75 جرام دول فيهم ايه بقى؟ فيهم 361 كالوري، فيهم 52 جرام كارب، فيهم 14 جرام دهون و8 جرام بروتين. طبعا دي 8 جرام بروتين دي نسبه قليله جدا، فهنا تيجي المشكله انها فيها نسبه كارب او النشويات ودهون عاليه جدا قصاد ان هي ما فيهاش تقريبا بروتين، فانت استهلكت كميه سعرات من اللي جسمك محتاجها في حاجه مش هتفيدك. واللي يثبت كده اكتر انهم عملوا دراسه على مجموعتين، مجموعه بتاكل نودلز او اللي هي الشعريه سريعه التحضير، ومجموعه تانية ما بتاكلش. لقوا ان المجموعه اللي بتاكل على فترات طويله طبعا عندهم سوء تغذيه عالي جدا، زي انهم عندهم نقص في فيتامين سي وفيتامين اي ونقص في الكالسيوم وفي الحديد وفي البروتين. كل ده لان المجموعه اللي اكلت النودلز دي اخدت خلاص على الاكل السريع وتحضير الاكل السريع، فبتتجهش بقى انها تعمل سلطه او تعمل خضار او تاكل فاكهه. فعدم اكلها الحاجات دي مع اكلها الاندومي اللي هي اصلا ما فيهاش قيم غذائيه عاليه، فانت كده بتضر نفسك. وهنا نكون وصلنا لاخر نقطه، هل انا لازم ابطل الاندومي؟ زي ما قلت لك هي بعيد تماما انها تجيب لك سرطانات او امراض بعد الشر هتاذيك، لكن لو اعتمدت عليها بشكل رئيسي او كوجبه رئيسيه في اكلك هيبقى عندك نقص حاد في العناصر الغذائيه اللازمه لجسمك، زائد ان الالياف اللي فيها قليله جدا او شبه معدومه، فانت هتاكلها من هنا وقت قصير وهتجوع تاني، يا اما هتروح تاكل تاني منها يا هتاكل حاجه غيرها، وبكده انت هتعلي عن سعراتك فهتزيد في الوزن. لكن الاندومي نفسها لو انت حاسبها من سعراتك مش هتزودك في وزنك، لكن هي مش هتشبعك. طب دلوقتي انا واحد مدمن اندومي ومش هبطلها ومش هعرف ابطلها، شوف لي حل. بص الحل انك ما تخليهاش وجبه رئيسيه او وجبه اساسيه قدامك تبقى هي وبس، لا تخليها وجبه سنويه. يعني ايه وجبه سنويه؟ يعني يبقى في جنبها مصدر خضار، سلطه بقى مثلا او اي مصدر خضار، يبقى في جنبها مصدر بروتين، لحمه فراخ سمك تونه بيض اي مصدر بروتين، وهي بعديهم او هي تبقى جنبهم مش هي الاساس. زائد طبعا انك تهتم باكل الفاكهه، فبالتالي انت اكلت اللي انت حبيته اللي هو الاندومي وهي مش هتضرك، عشان انت اخدت خلاص العناصر الغذائيه من الاكل تاني مش منها، هي مفيهاش، لكن انت اخدت من الاكل تاني معاها او جنبها. زائد ان الخضار والبروتين هيشبعك
فاحنا تفادينا النقطه اللي هي ما فيهاش الياف فهتجوعك بسرعه. لا خلاص انت كده مش هتجوع بسرعه، ان انت عندك خضار وبروتين هيشبعوك لفتره محترمه قدام. بس كده انا قلت كل حاجه عن الاندومي، واي سؤال او اي استفسار ممكن يجي في دماغ اي حد. طبعا لو عندك اي سؤال تقدر تسيبه في كومنت تحت، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب وتشغل الجرس عشان توصل لك كل الفيديوهات الجديده. والاستفسار عن التدريب الاونلاين تقدر تكلمني على اي موقع من مواقع السوشيال ميديا فيسبوك او انستجرام. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.